السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم احبائنا في قناتكم مبنيني. بعد ما كنا عرضنا عليكم مسابقة التسمية عليكم والهدية علينا، الموديل زهرة الزبون تاعنا اسفلت من الكادو تاعو، الموديل فينيكس الزبون تاعنا من ولاية بركلا اليوم لو تروازيام غانيون، سميتو الموديل هذا لو موديل اكيرا. النوفو موديل ضم الينا لا كولور كابوتشينو بالبلون، والسعر تاعو 12,500,000 بالنقل والتركيب ل 45 ولاية، فيه لو بوف تاع لا كوافوز السومي كوف اي بيان سور خدمة النقل والتركيب. رقم الهاتف تاعنا 0662 29 96 58، نمرة فيه الفايبر الواتساب الماسنجر والايمو. احبائنا فضلا منكم يا سامر اشتركونا بالقناة وضغطونا على الجرس باش يوصلكم الجديد مباشرة. الشرح تفصيلي خزانة الموديل اكيرا. هذه غرفة النوم مصنوعة من الخشب الاحمر على غير كل غرف النوم تاعنا. الخزانة تاعها المقاييس تاعها من الزاوية اليمنى الى الجهة اليسرى فيها 2.40 متر. الخزانة فيها 3 بورت كوليسونت 1 2 3، فيها 3 انارات تاع لي سبوت بلوس لي 3 بورت كوليسونت فيهم ان موتيف كابوتشينو الدارير تاعو الانارة تاع الليد. لا شومبرا كوشي هذه الصبيغة تاعها الكوتي والباولو مسبوق بالكابوتشينو ولي بورت في لا كولور بلونش. بالنسبه للتقسيم الداخلي تاع الخزانه تلقاو الصوره تاعو على الشاشه. ابواب الخزانه موديل جديد موديل اكيرا فيهم تصميم جد مميز. الباب الايسر والباب الايمن من الناحيه العلويه عندكم زوج لي بوند تاع اليكو في لا كولور كرومي، يعني في اعلى الباب اليسار واليمين في الجانب العلوي والجانب السفلي يتوسط هذو لي دو بون تاع الاليكو. عندكم ان باتيناج في لا كولور بلون جاي عمودي، 5 باتيناج عموديين في الجانب السفلي والجانب العلوي 5 اوتر باتيناج. في الوسط تاعهم عندكم ان موتيف بلا كولور كابوتشينو والخلفيه تاعو الاناره تاع اللاد راح تلاحظوا فيها نظره ليليه جد مميزه. اما الباب تاع لو ميليو جايه كومبليت ميروار وفيها دو بواني اون الومنيوم. عندكم ان صابلاج ان موتيف بالصابلاج يتميز ويشابه لو موتيف كابوتشينو والخلفيه تاعو الاناره تاع اللاد. جايب العلوي تاع الخزانه كيما الجانب اليسار وين مسبوغه بالكابوتشينو عندكم 3 انارات تاع لي سبوت حاجه بزاف شابه. السرير تاع لو موديل المقاييس تاعو 1.60 × 1.90 متر، لا كولور كاب بلو كابيتوناج بالانتيتاش لا كولور بيج وفيها لا تيت دو لي تاع لو موديل بزاف شابه. والحاجه اللي تميز هذا الموديل انه فيه ان بوف كوفري بلوس ان سومي كوفري. حنا في مبليني لي موديل تاعنا كامل فيهم ما يسمى التخزين الذكي عن طريق لو سومي كوفر. هذا حاجه اكثر من ضروريه في وقتنا تساعدكم باش تخبيو صوالحكم، مقسوم اون كات بارتي وتلقاو الاسم وتاع لو سيت ويب تاعنا www.mablini.com. لو موديل اكيرا موديل جديد فيه خاصيه تاع ان بوف او بو دو لي، يعني في نهايه السرير عندكم ان بوف تريحوا فيه. هذا لو بوف راهو كوفري لا بروفوندور تاعو سي 30 سنتيم تخزنوا فيه صوالحكم وحاجه ريزوتيل بالنسبه لغرف النوم. لا طابل دو نوي تاع لو موديل اكيرا فيها جديد. الموديل جديد لا طابل دو نوي ثاني جديده. اولا ما رايش اتاشي مع لو سرير، هنا تقدروا نجبدوها فاسيلمون. حنا نديروها اتاشي مع لا تيت دو لي، يعني لو ميم ديكوباج اللي كاين في السرير كاين في لابليك تاع لا طاب دو نوي جد متناسقه. الجانب العلوي عندكم هنايا ان لابليك فيه ان موتيف كابوتشينو الخلفيه تاعو بيضاء، وهنا عندكم اناره تخليكم تستغناو على الفيلوز. بالنسبه القاعده الزجاجيه راهي في النوار. لا طاب دو نوي المام فيها زي دي بي
مرفودين على الارض ولي بي راهم مختلفين على اشكال لي بي الاخرين. حاجه ميزه لو موديل اكيرا فيها ان سول تيروار يتفتح افيك غليسيير. لا فاس تيروار فيها ان موتيف كابوتشينو اللي كاين في الخزانه ولو باتيناج اللي كان في الخزانه عمودي هنا راه افقي مع لمسه كابوتشينو بالبلون. ندير لكم ان زوم لا تيت دو لي تاع لو موديل اللي شخصيا عجبتني بزاف. لا تيت دو لي تاعو الارتفاع تاعها 1.30 حاجه جد مهمه. ارتفاع تاع لا تيت دو لي 1.30 في الوسط في الجهه اليسرى عندكم 3 قطع تاع كابيتوناج على شكل فواصل، الجهه اليمنى 3 قطع اخرى وفي الوسط عندكم كابيتوناج فصل على شكل مثلثات. القطعه الاخيره من الموديل هي طاوله الزينه او ما يسمى بلا كوافوز. لا كوافوز تاع الموديل اكيرا كوافوز ان، المقاييس تاعها 1 متر فيها لو بوف فيها 3 لي تيروار. لي تيروار بيان سي تفتحوا افيك غليسيير فيهم لي ميم موتيف اللي كاين في لا طاب دو نوي. لو باتيناج افقي حاجه بزاف شابه والميروار تاعها مقسم اون دو بارتي، الجهه اليمنى ميروار كومبلي والجهه اليسرى ميروار بور لا ماريي بور الزوجه ولا المراه في المنزل اكرمهن الله باش تماكيي وتشبح نفسها. احبائنا نختم لكم الفيديو تاع اليوم بالاناره الليليه تاع الموديل لاني يعني متاكد راح تنال اعجابكم. الاناره الليليه مباشره الفيديو تاع اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم. مبروك على الاخ اللي سمنا الموديل اكيرا من ولايه بالسكره وتحياتنا العروس زيبان بالسكره. ان شاء الله الموديل ينال اعجابكم. السعر تاعو 12,500,000 بالنقل والتركيب وصلتكم حتى للدار. موعدنا ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. فضلا منكم ليس اما اشتركونا بالقناه احتراماتنا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.